عمو نوري، ماكو خبر من نعماني؟ راح أموت من الخوف، أخاف صاير له شي. أصلاً هو مريض أعصاب، أخاف قتل نفسه. لا تخافين أختي صفية، ما دام هاليوم ما قتلت يعني ما راح يقتل أحد. ولك ايش بيه صفية دخيلة لله؟ هو صار لك كم دقيقة؟ شلون تفكرون يجي شي؟ يجوز ناسي تليفونه، واضع من عنده. هو رجلي وعمود بيتي، أخاف عليه. يعني مو من حقي أعرف إذا أترمل بهالعمر لولا؟ عمو نوري، شوف ترى بابا ما يختفي هيك بلا ما ينطي خبر. على مود هاي احنا خايفين هيك. اوه خليتوني اني هم اخاف. يلا تقوموا خلي يروح الشرطه. يلا يلا خلي نروح على المكتب ان شاء الله. يلا امشوا. يلا اخوان من رخصتكم، احنا اكلنا. الله يبارك فيكم وعاشت ايديكم سفره دايمه. هذا عباله قاعد بفندق 5 نجوم، قهوتكم هنا اجيبها لو تشربوها بغير مكان. انا اشربها بغرفتي عيني. انتو صرتوا من اهل السجن، ماكو هيك تاكلون وتنهزمون، وانت تغسل المواعين. انت تغسلهم شايب، وانت هم تنظف الحمامات. تواليت وحمام، احنا مو ضيوف. شلون عيني شلون يصير الخطار يغسل المواعين؟ والله ما يصير، ترى عيب، ترى بعد ما نجي امكم. ها انت يمكن ما سمعت. انا ما قلت شيء، انا قلت انا كل زين اغسل المواعين، فنان، وحج نعمان همين كل زين ينظف الحمامات. يلا يلا يا ابا خلينا نروح نسوي الشغل مالنا. سنان تدري من اطلع منها انا ايش راح اسوي؟ شو تسوي حج نعمان؟ راح ارجع هنا مرتين. لا ما تقول لي لازم، انت حبيت هذا المكان تريد تسكن هنا. لا مو انا راح قلت لك، اقول اذا قلت لك الحاكم كم سنه ينطيني يعني. اشو دا تحكي شيش بيش حج نعمان؟ جريمه القتل اقل شيء 30 سنه. ها ليش انت ادمي محسوب؟ الحاكم يعني اكثر شيء يعطيني شهرين عقوبه. مرحبا سيدي. ها سيدي، ماكو خبر عن نعمان؟ ليها سماك شي بس ليها سدى يدورون. راح نعماني، راح. الله يعلم منو قتل نعماني. ليش عيني صفية، كافي نواح على الفاضي بنتي. اخاف مثل ما قالت ست حسنية، نعمان راح لغير نسوان. لا اله الا الله، اليك بابا شنو الخربطه عيني، شنو الخربطه بالحجي؟ سنان امينه وياه. هاي اسوأ بعد، الله يعلم سنان اليابار ما اخذه. الله يشيلك ان شاء الله نعمان، انت بس ارجع سليم، انا راح اموتك بيدي. ست صفيه ايدي شويه، احنا مستمرين بالبحث، راح تشوفين باقرب وقت نسمع خبر ان شاء الله. سيدي لقينا سياره السائق نعمان. بعي شفتوه؟ بس ماكو احد بالسياره سيدي، لا حج نعمان ولا سنان، ما موجودين. اكيد ما موجودين، هسه الله يعلم بحضن يا مره هم. ليش باي عليا؟ خابري حنين بسرعه، قولي لها عمو سنان وبابا قشمرونا واثنين ابنا بقينا بلا رجال. يلا ليش ما تسمعين؟ يلا اسرح خابر، اعطيني تليفون. ولك اعصر زين، اعصر زين. هاي تقول التحجي نعمان قبل اني غساله؟ اصلا هي مو ملابس، احنا ايش علينا؟ الله شنو هذا؟ بابا ابني لازم نغسلهم كلهن، مجبورين مو بكيفنا. لك شنو تغسل؟ دباوع وراك زين، شوف شكو هناك. ها ها ها. أكيد صاير شي على سنان عمو نوري. نعماني هم. وانتو ليش يجي قاعدين تنوحون؟ هسه هم قاعدين بحضن النسوان وانتو تنوحوا اللي هنا، ما تعرفون سنان ونعمان؟ بسم
ثانيه لسونيش الخاطر الله بدال ما تهديهم الزيدين الطين بله. ليش اني دا اكذب؟ نعمان وسنان من يخطفون يا نلقاهم بفندق يا بار وبعدين ينفضحون بالتلفزيون. نعمان ما يسوي الشغلات. والله انا ابوي يسويها للرجال. ترى قوم اكسر راسك لك جحش اسكت لك. شغل التلفزيون خلينا نشوفهم طالعين لو لا. ليش عيني دكاء في بكي حنين دخيلة لله مو دمرتيان نفسك بنتي. هسه شوفون ورا شويه حنلقيهم اثنين عطيه ان شاء الله. عمو نوري ان شاء الله.